السلام عليكم جميعا، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. بالنسبه للناس اللي كتسول على اخر تطورات القضيه ديال خوله، فالعداله بدات كتاخذ مجراها، والجاني كانت عنده اول جلسه في المحكمه باش يدلي بالاعترافات ديالو. الصدفه اللي طرات هي ان البوليس هما مدخلينه المحكمه، وغير واحد شويه وخرجت الام ديال خوله حيت كانت في المحكمه باش تاخذ شهاده وفاه لبنتها. القاضي في هذه الجلسه استدعى ثلاثه ديال صحابات خوله اللي كانوا معاها النهار اللي قبل من الوفاه ديالها في العشيه، والناس ديال المدينه داروا واحد المسيره صامته ترحما على الروح ديال خوله. هذا الصمت اللي انقلب المشادات مع البوليس ورشق بالحجاره لسياره البوليس اللي كانوا غادين بالمتهم. كلشي كيطالب بالعداله لخوله، الام ديال خوله في واحد الحاله نفسيه صعيبه بين الالم والحزن على بنتها خوله وبين العداله اللي مازال ما تطبقاتش. غادي نخلي لكم الفيديو تشوفوه من نشره الاخبار الاسبانيه. وإلا كان ممكن عندي لكم واحد الرجاء، ممكنين بعض الناس تيكتبوا شي كومنتيرات سلبيه على البنت، نبغي نقول لكم الله يعطيكم الستر، قل خيرا او اصمت. انا كنفيريفي لي كومنتير، اللي لقيت فيه شي حاجه خايبه على البنت راه انا كنمسحها. راعي ومشاعري، يقدروا يكون والديها كيشوفوا الفيديو، عائلتها، شي حتى تعرفوا غيشوف لي فيديو يشوف هذوك لي كومنتير راه حشومه. هذا مكان، خلي لكم تشوفوا الفيديو. شكرا لكم، سلامه. A primera hora el asesino confeso entraba en el juzgado de Alcalá la Real, casi se cruza allí mismo con la madre de su víctima. Jaquima necesitaba un certificado de defunción. Poco después compañeros y amigos de la adolescente asesinada, todo un pueblo, recorría en silencio las calles con su foto, hasta romper en aplausos. Su madre no ha contenido el dolor. La justicia para Jaulita. La jueza ha escuchado a tres amigas de Jaula que estuvieron con ella y el detenido la tarde del crimen, y a un testigo. Esta tarde aumentaba la tensión a la puerta del juzgado. Al salir el asesino confeso, ha estallado la ira de los allí concentrados. Incluso han perseguido el furgón policial que lo llevaba a prisión. Deberá responder por los presuntos delitos de asesinato y agresión sexual.